السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، جمعة مباركة للجميع. في هذا الفيديو بغيت نتكلم لكم على واحد المشهور خرج من بروكسل عن لوطون، عن الناتو، واللي حتفت فيه خريطة قديمة كانت دايرتها واحد الفرع ديب، هذا ديب فرع من فروع الناتو، كان داير خريطة للدراسة، كانت جامعة فيها المغرب والصحراء الغربية كبلد واحد، وصححت الناتو وحذفت كما نشوفوا هنا في العنوان حلف ناتو يسحب خريطة جغرافية كانت تغيب أراضي الصحراء الغربية. سحبت منظمة حلف شمال الأطلسي حلف الناتو اللي هو لوطون الثلثة من ما قال حول برنامج تعزيز تعليم الدفاع التابع للحلف ديب. هذا برنامج يدرس الخلل ويعطي برامج في إطار الدفاع العسكري، يعني ديفونس ميليتير. هو كان دير خريطة للدراسة، وديك الخريطة المواقع الإلكترونية والجهات المغربية داوها بأنها لوطون اعترفت بمغربية الصحراء، وهذا خطأ. واللوطون صحح الوضع بخريطة جغرافية للمغرب تدرج الصحراء الغربية المحتلة، وقد استبدل حلف الناتو الخريطة القديمة بخريطة جديدة تحدد بوضوح الحدود المعترف بها دوليا بين الصحراء الغربية والمغرب. ونشرت الصحيفة المغربية وفروعها على نطاق واسع من الأيام الأخيرة معلومة تفيد على بأن الناتو سادغ لوطون اعترف بسيادة السيادة المغربية عن الصحراء الغربية باعتماده باعتماد الناتو على خريطة كاملة للمغرب. الجهات المغربية والإلكترونية صرحت بالواسع وتكلمت في كامل الجهاتها الإعلامية بأن الناتو اعترف بمغربية الصحراء، وهذا خطأ. وانتهزت مواقع الإلكترونية المغربية الفرصة طبعا للادعاء أنه بعد البيت الأبيض، بعد تغريدة ترامب، جاء دور حلف الأطلسي للاعتراف بسيادة المغرب على هذه الأرض المحتلة، وهذا غلط. وتم نشر الخريطة المذكورة للتوضيح مقال بعنوان برنامج تعزيز تعليم الدفاع الذي استغله الإعلام المغربي من خلال إزالة سياقه من محتوى المقال الهادف إلى تقديم لمحة عامة عن برنامجه. سيتادي هما خرجوه من الكونتكست نتاعه اللي كان هو في ليتود، سيت اون ايتود، داروا اون كارت بور اون ايتود، هما خرجوها على الكونتكست، عن النطاق تاعها خرجوها ونشروها في جميع الوسائل الإعلام تاعهم بأن الناتو اعترف بمغربية الصحراء، وهذا هذا ليس صحيح. ولم ينشر الناتو، وبروكسل تنطق باسم الناتو، ولم ينشر الناتو أبدا بيانا بيان حول سيادة المغرب على الصحراء الغربية أو حول مصادقة على خريطة المغرب، لا على موقعه الانترنت ولا من خلال الناطق باسمه ولا حتى من خلال مجلس شمال الأطلسي. وهنا يقول لكم كوم كوا الناتو سادغ لوطون ما صرحش وما داش خريطة وما استعرفش بمغربية الصحراء، لا على موقعه الالكتروني ني سوغ انترنت ني سادير سور سون سيت اوفيسيال
على لسانه ولا على لسان الحلف الشمال الأطلسي. وبالفعل هذا هذا فإن عمل التضليل الإعلامي المغربي، احنا نعرفوا باللي الإعلام المغربي هو يروج واحد الأخبار غلط، يدير لا بروباغوند بزاف وكاذيب عن طريق الدباب الإلكتروني والمخزن إلى آخره. قد تجاهل عن قصد خريطة الناتو المنشورة على موقعه الرسمي والخريطة المنشورة في التقرير السنوي للأمين العام للمنظمة سنة 2019 في الصفحة 20، حيث تظهر الصحراء الغربية منفصلة تماما على الأراضي المغربية. وفي هذا يقول أن المروك تجاهل، c'est-à-dire que هما كان على بالهم بيان سور، وهما ايزون في سا اكسبري، سي اون بروباغوند، ايزون بري لا كارت تاع هذيك ليتود فات في الديب، ايزون بروفيتي، ايزون بري لا كارت، من دايرين لا كارت دو ماروك و انكلو فيها لي تيغ صحراوي، لي صحرا سادير لا تيغ الصحراء اوكسيدونتال، ها و ils ont pris ça et ils ont diffusé المواقع تاعهم الالكترونيه الكترونيك ان ديزون بلي ابري ترامب ساي لوتون عرفت لنا بالمغربيه الصحراء، وهذا للتدليل ولاحباط بيان سور معنويات الصحراويين والناس اللي راهم واقفين معاهم، وباش الشعب المروكي بيان سور ينسى التطبيع ويدلوه، سادير يغلطوا الشعب نتاعهم. ولكن هنايا الناتو يعطينا هنايا توضيحات، يقول لك سادير ان 2019 لاباج 20 باردون لاباج 20 تاعه كاينه موجوده خريطه وين فيها الصحراء الغربيه وحدها وعندها حدود واضحه بينها وبين المروك المملكه المغربيه. وهكذا اخواني اخواتي نبينوا ونعاود نبينوا وكل خطرة نوضحوا أن هذا الإعلام إعلام تاع كذب وتاع تزوير وتاع خبط، والأخبار يجيبوها كلها غلط وباش يديروا الفتنة والتضليل والهزيمة نتاعهم سياسيا واستراتيجيا راهي فاشلة، وعليها راهم هما يحكموا في أحبال أحبال روسيا ويضلوا ويحوسوا à tout prix يربحوا sur le plan stratégique tout en sachant بلي la vérité تبان إن شاء الله tôt ou tard، وهذا البلد إن شاء الله يدير استقلال عن قريب. ونخليكم في فيديو أخرى ونقول لكم إن شاء الله نلقاكم وتكونوا على صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.